نروح لحرب كرموز لانه من الافلام المتصدره السينمائيات دلوقتي، لانه بادجت عاليه جدا، ضخم في امكانياته العاليه. معانا البوستر بتاعك دلوقتي على الهواء، وفي نجوم كتير وناس بقى يعني رايحه كتير جدا المسلسل. تحكي لي عن دورك جوه المسلسل، جوه الفيلم. انا اسف. تمام. دوري جوه الفيلم جه برضو عن طريق الصدفه كده. جات لي مكالمه من دكتور بيتر عمر، في دور ظهر قدامي برضو في حرب كرموز، عايزك تيجي تعمله، فاضي بعد بكره؟ ايه هو في ايه صحيح؟ طب مين؟ طب بيقول ايه؟ طب بيعمل ايه؟ تعالى بس تعالى بس تعالى بس تعالى بس. قلت له خلاص ماشي. قال لي معاك بدله قديمه؟ قلت له هتصرف اجيبها. جبنا بدله قديمه. بعد كده كلمت الاستايلست خالد عبد العزيز، ظبط لي برضو بدله تانية. نزلت رحت التصوير، ابتدى بقى دكتور بيتر يحكي لي عن شخصيه فؤاد اللي في حرب كرموز. اوكي. انا هو بيكلمني، قلت له يا دكتور والله العظيم ما ببالغ، انا كان الفيلم بيتصور وكنت بشوف صور وكنت بشوف حاجات وبسمع عنه. انا قلت له انا كان امنيه حياتي ان انا اعدي في اعدي في فيلم زي ده. الله. انا فما تخيلتش ان انا اطلع يعني يعني بالدور ده. يعني الحمد لله ان انا يعني ربنا يعني كرمني ان انا طلعت في فيلم زي ده. رحت فهمني الشخصيه، كل الدور فؤاد ما كانش مكتوب على الورق بالشكل ده، بس هو مع 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 مع, مع الوقت بقيت اروح في حاجات بقت تتضاف على الهوا. يعني في مشهد اللي هو يعني اللي هو بالنسبه لي يعني المشهد اللي علق مع الناس قوي اللي هو في التريلر اللي هو بقول فيه يا اولاد الكلب ده اللي هو بشتم فيه، وفي مشهد تاني كنت بتصرخ فيه.